السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أمس الليل، مش أمس الليل، أنا قاعد أصور من جون بعد المباريات لكن بحطها بعدين. فالسبت الماضي كان UFC 276، وفي مباراة الكل كان ينتظرها اللي هي مباراة في الوزن الوسط، اللي هي كانت في البطاقة الرئيسية، اللي هي كانت بين شون ستريكلاند المصنف السادس وأليكس بيهيرا المصنف الثلاثاش ولا خمستاش كان. المهم أليكس بيهيرا الشخص الوحيد اللي فاز على أديسانيا، والكل يعرف القصة الحين، وهذه مباراة تحت الإنشاء، مباراة بيج ديل، مباراة بيج ديل بيج ديل، هذه يعني تعتبر انه حطوا تضخيم اعلامي على اللقطة الصغيرة اللي الثانية وقع فيها في الارض وصحها كأنه وانا سويت عنها فيديو كم مرة، بس يعني ما حد يطالع، الله خليكم طلعوا الفيديوهات يا اخي، انا قاعد اسوي حق نفسي ولا حق مين؟ المهم فالمباراة هذه تحت الانشاء، المباراة أظن حتكون على آخر السنة هذه أو بداية السنة الجاية، ما أظن تلقى ولا حسب. المباراة عملت الرئيسية كانت بينه هو وجارد كانينير، ما شفت المباراة حتى الآن لأني الصراحة راح نمت، أنا خلاص ما أقدر لعب بورنج زي كذي يجيب نعاس، وأنا بروحي ما ناقصني النوم فنمت، لكن بتفرج الليلة. وقال اصلا ما فاز بولا شوط. Well, that sucked. You never want to be someone's highlight, but that's a game we play. You know, I tried to stand and bang with one of the best kickboxers. The shitty part about it was, you know, during the round, I kept thinking, man, this is going to be an easy fight. I see everything this guy's throwing. I'm getting the better of the exchanges. I'm going to beat this guy up for three rounds. And then halfway through, I got caught. So, hats off to Alex. He's a fucking killer. في النزال ما بتكلم عن البطاقة ولا بتكلم عن موضوع جانبي. موضوع طرحه شوغر شون أومالي الأسبوع القبلي. قال في الميديا دي لما سألوه قال والله بواجه صعوبات من بعض الناس. في ناس ما حيقبلوني. في ناس يكرهوني بدون سبب. والشي هذا طبيعي، انا كنت اكرهه بدون سبب صراحة، الامانة امانة يعني انا كنت اكره شون اومالي وما اعرف ليش اكرهه. والسؤال هو ليش كنت اكرهه؟